هذا الفيديو برعاية متجر نقطة لبيع اكسسوارات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يعتبر منتج بلو لاونج شاحن متنقل لجميع اصدارات الايفون والايبود تاتش، حيث يتميز بالخفة وصغر الحجم ويتصل مباشرة بموصل الكهرباء لديك في المنزل او العمل، مع امكانية مشاهدة هاتفك او ايبودك بشكل مباشر دون الحاجة لرفعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونة سعودنولوجي تقنية، وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الميني دوك. طبعا شركته نفس شركة ستاند اللي هي مايكرو ستيشن من هذا الفيديو. طبعا حركات زيادة مشاهدات وكذا، فاستحملونا شوي. فهذا ميزته انك تشبكه في اي فيش، يعني طبعا يكون عندك شاحن زي ما انتم بتشوفون يعني في الفيديو، توصل لكم الفكرة. عموما زي ما انتم شايفين هنا، تشبكه في اي فيش سيدة، يعني مو بلازم سيركو اي شيء، ويكون الايفون بهذا الشكل، يعني ينعرض لك بهذا الشكل. مثلا وانت ماري مديك تشوف اذا جتك مكالمة ولا جتك رسالة، يعني هذا المفيد اللي اتوقع ان المفيد من هذه القطعة. قطعة جدا رهيبة، يعني جدا خفيفة، وتحطها في الشنطة، تحطها في نملة، يعني وضعك في السليم. خلونا نشوف هذه القطعة، قطعة صغيرة جدا وخفيفة. طبعا من سلبيات هذه القطعة انه بالبمبر مستحيل انه يشحن. يجي مع القطعة زي هذه الاسفنجات، عشان مثلا اذا بتغير ايبود تاتش ولا ايفون ولا اي شيء اخر، تحطها وراها، يعني تحطها ورا هنا عشان يثبت بشكل ثابت. يعني لاحظوا هذا شكل الايفون عليها. طبعا بنشوف الفيديو القصير عنها، بتشوفون ايش الفائدة وكيف شبكناها وكذا. طبعا هذا الشكل، يعني لاحظوا شكل لطيف، يعني اشبكها في الشاحن وضعك في السليم. وان شاء الله يكون التقرير مفيد للجميع، وان شاء الله تفيد الناس يعني الهاوين لهذه الحركات انه ما يحب الاسهاب كذا. ويلا يعطيكم العافية.